هو شنو نقول لك، واحد الاحساس لا يوصف، لانه ما يمكنش نوصفوا هذا الاحساس هذا. الحمد لله، وكنقولوا جزاكم الله خيرا على الناس كاع اللي وقفوا باش يتفتحوا لنا المساجد، لان بيوت الله. واعظم شيء هي ان شاء الله نديروا دعاء القنوت باش يرفع لنا الله هذا الابتلاء هذا. حنا تاخذنا الاجراءات ديالنا، كاينين دي طابي دو هذا سجادات الجيب، طابي دو بوش للناس اللي خدامين ممكن يديروها في الصاك ديالهم، يجيو تتحلى بحال هكا. الصلايه ديالك انت صلايه فين ما كنتي. احساس كانني طائره، ما حاساش براسي كيفاش توصلت المسجد هنايا، برغم انني ضاربه واحد المسافه بعيده باش جيت وصلت هنا المسجد الحسن الثاني. معقم والصلايه واللابافات وجميع الاشياء، ونحاولوا اننا نلتزموا بالتباعد، ونلتزموا باننا نصليو ونخليو مسافه الامان بيننا وبين جميع المصلين، سواء في المسجد او خارج المسجد. ونتمنى من الجميع يكون في كامل وعيه.